هم كالمستجير من الرمضاء بالنار بعد أن أغلقت أبواب العيش الكريم في وجوههم بسبب سياسات الهجرة الأوروبية. يجد اليوم آلاف المهاجرين واللاجئين أنفسهم عالقين في طقس شديد البرودة في ملاجئ غير مجهزة للشتاء هنا في صربيا. وينتظر اللاجئون الذين وصلوا صربيا فتح الحدود أمامهم تحت وطأة البرد بغية الوصول إلى دول أوروبا الغربية أملا في مستقبل أفضل بعد أن رفضتهم دول البلقان. ويوجد على الأراضي الصربية قرابة 7000 شخص من طالبي اللجوء والمهاجرين لأسباب اقتصادية، يعيش جزء كبير منهم في مباني مهجورة ومواقف السيارات. لقد عبروا الحدود بين تركيا واليونان عن طريق البحر، لذلك فقد الكثير منهم وثائقهم، ولكن لديهم بطاقات هوية غير رسمية، ونحن كمفوضية حكومية نمنحهم بطاقات الهوية حتى يتمكنوا من الحصول على بعض الوثائق وبعض الأوراق فقط لمعرفة عناوينهم والبلد الذي ينتمون إليه. عائلة في بورحابي واحدة من آلاف العائلات العالقة بعد أن غادرت أفغانستان في عام 2016 إلى إيران قبل رحلتهم إلى تركيا واليونان فمقدونيا. ويبقى مستقبل هؤلاء اللاجئين غامضا في وقت يستمر فيه إغلاق الحدود، وتبقى الأمال معلقة على المهربين الذين تطاردهم الأجهزة الأمنية.